كأهالي دايما بنتلخبط ما بين فكرة ان انا اشد ولا ارخي. طب بابا يشد وانا ارخي، طب بابا يرخي وانا اشد. طب ما انا لما بشد باجي عليهم قوي وبضايقهم، ولما برخي ما بيسمعوش الكلام، امال اعمل ايه؟ فالنهارده هنتكلم في خلال ربع ساعه نعمل ايه، ونشد ولا نرخي، وايه الحته اللي ممكن تكون في النص. علشان الاول بس نكون مستوعبين حاجه بتحصل في نفسيه الاطفال، انا عايزاكم تتخيلوا معايا جبل التلج. عارفين جبل التلج بيبقى شكله ايه؟ عارفين سفينة تايتانيك لما خبطت ودمرت حصل كده ليه؟ مين عارف؟ شكل جبل التلج بالظبط كده. الجزء اللي من فوق اللي باين عليه اللي طالع فوق السطح المية جزء صغير جدا. الجزء اللي موجود تحت المية اللي تكون علشان الشوية اللي فوق دول يطلعوا جزء ضخم، ضخامة فظيعة. اللي بيبقى متشاف من على السطح ده بيبقى هو بس الطرف أو الحته اللي من فوق بس بتاعه الجبل ده، اللي تحت واللي اكبر هو اللي مش متشاف، هو اللي مش معروف. وهكذا تصرفات ولادنا. التصرف اللي انا بشوفه اللي ما بيعجبنيش او اللي بيعجبني، اللي بيضايقني، اللي مسموح ومش مسموح، انا بشوف الطرف اللي من فوق بتاع الجبل وما بشوفش ايه اللي تحتيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التصرفات اللي بيتصرفوها الاولاد دي وراها احتياج معين هو اللي بيخليهم يتصرفوا بطريقه معينه. برضو يعني ايه؟ في معلومه او معادله مفهومه ومشهوره في علم النفس بتقول انه الاحتياج بيولد دافع، والدافع بيقود لسلوك. يعني ايه الكلام المجعلس ده؟ الاحتياج بيولد دافع، يعني انا دلوقتي محتاج حاجه معينه، فبيكون عندي دافع اني عايز اوصل للحاجه اللي انا محتاج لها، فبروح بالتالي اعمل سلوك علشان احاول اوصل للحاجه اللي انا محتاج لها. فخلونا نقول مثلا مثل الطفل اللي عمال يزن طول الوقت، او الطفل اللي عمال يعيط طول الوقت، او اللي محتاج ماما تقعد تاكل فيه 3 4 ساعات، ممكن يكون الدافع بتاعه انه ياخد اهتمام ماما، علشان ده الاحتياج اللي موجود جواه. انا حاسس انه ماما مش مهتميه بيا، او انا حاسس انه ماما مش مدياني وقت كفايه، فبالتالي انا بفكر ازن علشان لما انا ازن هي هتبتدي تركز معايا. تمام؟ ويحصل ايه بقى؟ يحصل لفه كده، اوكي؟ انا حاسس ان ماما مش مهتميه بيا، فانا ببتدي ازن، فماما بتبتدي تتعصب، فماما تبتدي تزعق لي، فانا احس ان ماما مش مهتميه بيا ومش بتحبني، فابتدي ازن، فماما تبتدي تتعصب، فتبتدي تزعق لي، وتفضل الدايره دي مكمله. مين فينا الشخص اللي يقدر يكسر الدايره دي؟ انا ولا طفل عنده 4 سنين؟ مين فينا يقدر يكسر الدايره دي؟ انا ولا طفل بيتشال عنده سنه؟ انا اللي اقدر اكسر الدايره دي، انا اللي في ايدي اكسر الدايره دي. طبعا التصرف اللي بيتصرفه الوقت الطفل في الوقت ده، الزن او اي حاجه هو بيعملها، بتبقى فعلا شيء لا يطاق، وبنبقى خلاص على اخرنا ومتعبيين وكفايه هموم الحياه وكفايه كل حاجه تانية. لكن في الاخر انا لو سكتته بالم هيرجع يزن، لكن انا لو اديته احتياجه الاساسي اللي هو محتاج له وحاسس بيه اللي هو وقت، هيبطل يزن. فانا لو ممكن اقدر ابطل السلوك نفسه اللي بيتصرف بيه، لكن لو بطلت السلوك ده بطريقه غلط هيطلع من ناحيه تانية. عارفين عامل زي ايه بالظبط؟ عارفين اللعبه اللي في الملاهي اللي بنروح نلاقي العيال بتلعب بيها، عباره عن حاجه كده زي ترابيزه وفيها 6 فتحات مختلفين، وبيطلع زي اراجوز من كل فتحه، وهم بيحاولوا يضربوه كده بيمسكوا حاجه في ايديهم يحاولوا يضربوها بيه. تمام؟ ايه اللي بيحصل لما انا ادوس على اراجوز في حته معينه؟ يروح يعمل ايه؟ يطلع من حته تانيه. ادوس على اراجوز في الحته دي يحصل ايه؟ يطلع من مكان تاني. ده بيقول ايه؟ في حاجه من تحت هي اللي بتحرك الاراجوز. فخلينا ناخدها بالمثل ده، في احتياج من تحت هو اللي بيحرك السلوك. فانا لو حاولت اتعامل مع السلوك نفسه زي كاني بدوس على الاراجوز ده، هيموت السلوك وهيظهر مكانه سلوك تاني. هيبطل زن هيبتدي عند، هيبطل عند هيتخانق مع اخوه، هيبطل خناق مش هيرضى يذاكر. ليه؟ لانه ورا كل ده في ايه؟ في احتياج غير مسدد. فلو ما خرجناش من النهارده باي معلومه غير المعلومه دي، خلينا عارفين انه ورا كل تصرف بيتصرفه الطفل في احتياج حقيقي. ما لم يتم تسديد الاحتياج انسي انك تغيري السلوك اللي من بره. طيب اغير السلوك اللي من بره ازاي، او اعرف الاحتياج ده ازاي؟ بان انا احاول ادور اشوف هو انت عايز ايه. لا اصل انت بتزن، انا مش حاسه ان الموضوع ليه علاقه باللعبه.
انت بتزن ليه، انت محتاج ايه، وكله كل حد فينا كأم وكأب بيبقى في أغلبية الوقت عارف لما يكون مقصر في حاجة معينة، او عارف لما الطفل يكون عنده احتياج في حتة معينة بيقدر يلقطه. احنا بس بنستسهل ونتعامل مع اللي احنا شايفينه من بره، ونتعامل مع اللي احنا شايفينه من على السطح، وبنستسهل ان احنا نتعامل مع ده بدل ما ناخد وقت طويل في حاجة تانية. لما انا بدور على الاحتياج انا باخد وقت اكتر علشان ابطل السلوك، لكن باخد وقت اكتر في مقابل ايه؟ في مقابل ان السلوك يقل. يعني انا مثلا ممكن النهارده لما هو يجي ما يرضاش يذاكر اضربه فيذاكر، ونقعد في الحته دي ايه 5 دقايق بالظبط، انا قعدت وزعقت له واديته الكلمتين اللي فيهم التمام، واديته قرصه محترمه وذاكر الولد، قعد جنبي وذاكر. بكره بقى نعيد القصه من الاول تاني، نعمل تاني نفس اللي احنا بنعمله امبارح، وبعده نعمل تالت نفس اللي احنا بنعمله امبارح. لو حسبنا ال5 دقايق بتوع كل يوم دول هنلاقي انه حياتنا كلها ضايعه في الحته دي، زائد ان علاقتنا باظت كأب وام مع ولادهم، علاقتنا تأزت لانه تعاملي معاه مش مقام على، مش بيست على احتياجه، تعاملي قائم على سلوكه. في السيناريو التاني انا بقولك هتاخدي معايا 10 دقايق ربع ساعة، نحاول نتكلم وننزل تحت ونفهم ايه المشكلة، ونحاول نعالج الاحتياج اكتر ما احنا نعالج السلوك، فده هياخد وقت اكتر لكن هيخليني اتجنب اسبوع من تكرار نفس المشكلة. كمان اسبوع هيقع ويرجع يفتكر مرة هيحصل كده، وهرجع اتكلم مرة كمان وارجع اشوف مرة كمان ايه الاحتياج. دايما في احتياج ورا سلوك كل طفل. طيب اعالج ده ازاي من غير ما اكون قاسي وشديد قوي ومن غير ما اكون متساهل؟ بعمل ده بظبطه ما بين الاثنين. مهم قوي يوصل للولاد الحاجتين، الحزم والطيبه. مره كمان مهم كمان يوصل للولاد التصرفات اللي انا بتصرفها معاهم بحاجتين، بالحزم والطيبه. يعني ينفع ادمج ما بين فكره الحزم وفكره الطيبه. الطيبه مهمه بالنسبه للطفل، والحزم مهم بالنسبة لي علشان اللي أنا عايزاه يتعمل يتم إن هو إيه عمله، أو الاتفاقات اللي إحنا متفقينها مع بعض، أو المذاكرة تتذاكر، أو الأكل يتاكل، أيا كانت المشكلة اللي أنا بتكلم فيها. فالطيبة مهمة بالنسبة له والحزم مهم بالنسبة لي. في شوية جمل هقولها لكم ونشوف الجمل دي بتحاول تقول إيه، أو إيه الحاجة المشتركة ما بين كل الجمل دي. الجمل دي مثلا بتقول إيه؟ أنا عارفة إن أنت عايز تتفرج على الكرتون وعندنا مذاكرة لازم تتعامل. أنا عارفة إن أنت مش عايز تمشي من المراجيح وإحنا اتفقنا هنقعد قد إيه. أنا فاهمة إن أنت مش جاي لك نوم دلوقتي، تحب تغسل سنانك الأول ولا نقعد نقرأ مع بعض قصة؟ الجمل دي كلها فيها 3 عوامل مشتركة. مين يقدر يقول إيه العوامل المشتركة في الجمل دي؟ بخيره في خيارات، أوكي؟ إيه كمان؟ بالظبط، انا قلت له ان انا فاهمه وحاسه بيك. عارفين مثلا يعني الايفنت ده على فكره الامهات والستات، عارفين احنا كستات لما نروح نحكي مع واحده صاحبتنا ومثلا نقول لها اه وعمل فيا وضايقني ومش عارف، وصاحبتي دي ما تحلليش اي مشكله مع مديري في الشغل، مع جوزي، ما تحلليش اي حاجه، تعمل ايه؟ تسمعني وتقول لي ايه ده انا متضايقه جدا انت وازاي يعمل كده. مجرد ان هي سمعتني انا بروح البيت عامله ازاي، اهدى وحاسه ان انا احسن. ليه؟ لان انا عندي احتياج كوني اني اتسمع واتحس واتفهم. وهكذا احنا بنتولد بالاحتياج ده من واحنا عندنا 3 4 ايام. لما انا اقول له انا عارفه ان الكرتون حلو وان انت مش عايز تسيب الكرتون وعندنا مذاكره لازم تتعمل، انا بقول ان انا عارفه ان رايك مهم ورايي مهم. ما انا ممكن اخد السيناريو ده في حته تانيه، احنا هنقضي حياتنا تلفزيونات، احنا لو ما خلصناش الكرتون كله مش هنعرف نقوم نذاكر، ما انت لو ما خلصتش كل الكاندي كراش عمرك ما هت، وهكذا وهكذا وهكذا. لو كان السيناريو ده بينفع معانا ووصلنا لحته تمام امين، استخدميه وكملي فيه. في الاغلب السيناريو ده ما بيكملش وما بينفعش. السيناريو التاني اللي بينفع هو فكره ان انا ااكد شعوره، اقول ان انا عارفه ان المرجحه حلوه وان انا صعب ان احنا نروح دلوقتي واحنا متفقين على نص ساعه، تحب تاخد 5 دقايق كمان؟ انا عارفه انه الكرتون حلو والذ من المذاكره، وانا كمان انت بتشوفني لما اقعد قدام المسلسل التركي ببقى مش قادره اتحرك من قدامه، بس معلش يا معلم عندنا شغل ولازم يتعمل. في حاجات كتيره جدا من اللي احنا بنعملها تربيه لو اتعملت بطريقه دمها خفيف هتتسمع، لانه العيال بتستجيب لفكره الفن والمرح والبهجه.
يعني انا لو اتكلمت مع ابني بالصيغه دي اقول له لا يا معلم عندنا مذاكره، اه تنسى خالص الايباد النهارده، تنساه مفيش خالص الكلام ده، ما عندناش، احنا عندنا امتحانات النهارده والنهارده مذاكره من اولها لاخرها. تحب تبتدي بالحساب ولا بالانجليزي؟ يقول لك عايز العب بالايباد. ده مش اوبشن، ده مش موجود، دي مش من الحلول المقترحه. تحب نبتدي بالحساب ولا الانجليزي؟ نفس السيناريو ده ممكن اعمل ايه؟ انت تنسى انه في ايباد النهارده، انا هعاقبك. مش ممكن اعمل كل بقيه الاساليب اللي احنا في الاغلب بنتجه لها، وممكن اعمل الاسلوب ده، وفي الاغلب الاسلوب اللي دمه خفيف كلنا حتى كستات كامهات كبني ادمين بنميل انه حد يجي يطلب مننا حاجه بطريقه دمها خفيف عن انه حد يجي يقول ده القرار النهارده. يعني بقعد اقول للامهات مثلا لو انت صحيتي الصبح وجوزك قال لك اعملي باميه النهارده، ايوه ما عنديش باميه ومش ناوي اعمل ومفيش غدا، ده الانطباع الاولاني اللي هيكون عايز يوصلني من فكره القوانين اللي نازله بالمنظر ده. لو انا بالسيناريو التاني جه سالني قال لي بتفكري تعملي ايه غدا، مش عارفه انت نفسك في ايه، انا بفكر في باميه عندك، اه طبعا عندي باميه اعمل باميه. انا هنا عملت باميه بنفس وقلت ان انا هعمل باميه وعملتها اساسا. في السيناريو الاولاني حتى لو عملتها انا حاسه ان انا عاملاها ازاي، عملت باميه هو كده طالع مني كده. فبالنسبه للطفل نفس السيناريو بالظبط، قوم اعمل الواجب ذاكر البتاع، قرارات 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 ورا بعض، وهو كائن قاعد بيستقبل بس قرارات واوامر من شخص اكبر منه شكلا وموضوعا وسيطره ومستويا وكل الحاجات، ومضطر ان هو يعمل يمشي في الفورمه اللي انا عايزاه يمشي فيها، 1 2 3 4 5. فمقابل ان انا ممكن اجي اقول له احنا هنبتدي بده ولا بده، طب بتفكر تعمل ايه، طب هنقسم يومنا النهارده ازاي، طب هنعمل ده، طب النهارده علشان انت عندك مذاكره، بكره عشان انت عندك امتحانات وبكره يوم مذاكره، انا هدي لك الاوبشن ان انت بكره تختار لنا احنا هنتغدى ايه علشان تاكل حاجه على مزاجك علشان لما ترجع تكون فايق لي ورايق لي، عشان بكره جغرافيا، فبكره انا هدي لك الاوبشن ان انت تقول انت عايز فراخ بانيه ولا عايز رز وملوخيه علشان ما تجيش تتلكك ولا تكون جعان ولا تكون عطشان، بس الطريقه دمها خفيف. الحزم وطيبه اول حاجه فيه ان انا باكد شعور الطفل، ان انا بوري له ان انا فاهماه وان انا بستمر في القرار. مش معنى ان انا باكد على شعور الطفل ان انا بقول له انا عارفه ان انت مش عايز تنام، ان انا اقول له خلاص مفيش مشكله مش هننام دلوقتي، احنا هننام في كل الاحوال. يعني انا بقول له انا عارفه ان انت مش عايز تنام، طب هنعمل ايه، هنغسل سناننا الاول ولا هندخل نقرا قصه؟ هيقول لي ولا دي ولا دي، هقول له لا دول مش اختيارات، الاختيارات ما بين هتغسل سنانك الاول ولا تدخل تقرا ستوري، لا ده مش موجود، الموجود ان انت هتذاكر العربي الاول ولا هتذاكر الحساب، لا فكره ان احنا مش هنستحمى النهارده مش واحده من الاختيارات، احنا هنستحمى، اساعدك ولا هتستحمى لوحدك، وهكذا. الفكره ان انا باكد الشعور، بفهمه ان انا عارفه انه معلش ما انا عارفه ان النهارده دمه تقيل، انا عارفه انه الجغرافيا تقيله عليك، انا عارفه ان انت ما بتحبش المس بتاعه العربي، انا عارفه انا عارفه انا سامعه انا فاهمه انا حاسه. بعد ما يتقال الكلام ده يتقال حرف واو، والواجب لازم يتعمل، وهنستحمى كده كده، وهبتدي ادي اختيارات، هتبتدي بالعربي ولا بالحساب، وهكذا. فانا بحط جمله فيها تاكيد شعور، فيها ان انا متفهم الوضع فاهم وحاسس بيه، وفيها ان انا بتابع في القرار، القرار كده كده هيتعمل. ده اللي بيخليني اعمل توازن صحي مفيد بالنسبة للأطفال نفسيا ما بين فكرة الحزم والطيبة. آخر حاجة مهمة فكرة الحزم والطيبة، لو انتوا خدتوا بالكم انا دايما بقول ايه، انا عارف ان انت عايز تلعب في المراجيح ودلوقتي لازم نمشي، انا عارف ان انت عايز تتفرج على التلفزيون وعندنا واجب لازم يتعمل، انا ما قلتش كلمة ايه، انا ما قلتش انا عارف ان انت عايز تلعب في المراجيح بس شكرا. ليه ما قلتش بس؟ يعني انا وقفت قدام واحده دلوقتي قلت لها انت شكلك امور قوي قوي قوي، بس عارفه لو كنت بدلتي الطرحه لونها كده بلونها كده خلاص شكلك امور دي راحت فين، اترمت في اقرب كورنر كده على الجنب. ليه؟ علشان انا زي كاني بقول جمله وبقول جمله بعدها، وزي كان الجمله الثانيه دي بتمحي الجمله الاولانيه، او بتقول ان الجمله الثانيه اهم من الجمله الاولانيه. ما انا عارفه ان انت عايز تقعد بس احنا لازم نمشي، توصف ان انت عايز تقعد احنا لازم نمشي، ده اللي وصل بالنسبه للطفل. زي ما احنا في علاقاتنا الانسانيه، انا لو جيت قلت لك انا بحبك قوي بس زعلت جدا من اللي انت عملتيه، وغير لما انا اجي اقول لك انا بحبك قوي واتضايقت من اللي حصل امبارح، اختلاف في وجهات النظر فظيع باختلافات في كلمات قد كده قد كده.
انا عارفه انها صعبه، ما انا عشان كده بدات التوك بتاعتي بفكره ان انا عارفه انه تربيه الاطفال شيء صعب وشيء مضني و... هي مستحيله تقريبا مش مختلفه معاكي، بس صدقوني بالتعليم وبان انا انمي مهاراتي وبان انا ابتدي احضر كورسات وبان انا ابتدي اتفرج على حاجات واتابع حاجات واقرا حاجات. ما هو اصل انا عايزه اقول لكم مثلا انا ما كنتش اعرف ولا حاجه من الحاجات اللي انا اعرفها دي قبل ما ابتدي اشتغل الشغلانه دي وقبل ما ابتدي ادرس. يعني انا مثلا ابني الكبير عذبته اول 4 سنين في حياته بكل انواع العقاب وبكل انواع الحاجات لغايه ما عرفت. وبالوقت اللي احنا بنبتدي نعرف فيه وبنبتدي نتمرن على اللي احنا بنعمله ده، يعني انت مثلا دلوقتي بعد ما سمعتي كلمه بس واحد ترجعي تبسبسي كتير قوي، اول ما تقولي بس تفتكري اه دي مريم قالت واه مش بس، فهتبتدي تصلحي نفسك. تاني يوم هتلاقي نفسك قلتيها من غير ما تصلحي، قلت ايه ده انا ما قلتش بس. بعد كده هتلاقي نفسك ان هي بقت جزء من كلامك وانت واخده بالك وانت بتتكلمي انت بتقوليها ازاي. زي ما بنقول ان احنا لما بنكرر الحاجه بنبتدي نتعلمها وبتبتدي تثبت في مخنا بطريقه معينه.